تحب تسأل على النجوم وعلى اللعيبة، وكهربا يظل نجم وله مكانة في قلوب الجماهير الأهلاوية. أخبار كهربا إيه الفترة اللي جاية؟ جدا يعني يمكن الماتش اللي فات بس جات له كان واخد كدمه في ركبته ما قدرش اللي هو يكون موجود معانا، لكن نعم كهربا من اللعيبه المهمه بالنسبه لنا زي ما حضرتك قلت، لعيب عنده رصيد كويس جدا معانا، شارك ساعدنا في فترات خلال البطولات اللي هو في افريقيا في الدوري او في بطولات زي فاتيا جدا. النهارده بينافس وسام، بيأدي بشكل كويس جدا يعني، وانت حضرتك عارف طبعا ان المنافسه دي دايما بتبقى في صالح الفرقه، لكن الراجل دايما عنده بيتكلم على كهربا بشكل ايجابي جدا، بيدي له الثقه في اوقات كتيره، وان شاء الله يبقى الفتره اللي جايه ان شاء الله يرجع تاني كهربا اللي احنا عارفينه اللي بيساعدنا وبيساعد فرقته نعم وبيبقى مؤثر جدا في المباريات. ماذا حدث؟